مره جيت يعني كتمشيت لواحد البلاصه اللي سميتها انسان، راه معروفه كيكونوا فيها يعني كاع اللي التالف كيكون في هذيك البلاصه يعني العيالات داروا واحد يعني لدرجه ان كانوا كيبيعوا شعارهم كيعطيوها كاعانه للدوله باش الدوله تعاود تبني راسها ويعاودوا يتبنوا مدارس. جوج ديال الشخصيات اللي كانوا دازوا في واحد الدراما اللي مشهوره بزاف في كوريا، وهذا بحال قلتي هما الابطال ديال ديك السلسله. دابا ملي كيجي شي واحد يجي من كوريا الشماليه لكوريا الجنوبيه بالنسبه باش يبقى عايش ويسلت يعني نسبه ضئيله، حيت كاينين تما الحرس ديال الحدود وسميتو كيتيروا فيه. هذه اخويا مراد هذه الحلواله عقلتي اللي كانت دازت في هذيك الدراما ديال اوجينو جيم، داك لعبه الحبار. كيف ما كتعرف كوريا واحد البلاد صناعي بامتياز يعني من البراتش الصاروخ، يعني ما كيصنعوا كل شيء. ما نظرك شنو مثلا شنو السبب اللي كيرفضوا المغاربه؟ علاش ما كيعطيو لهمش هذا ولا علاش ما كيخليهمش يدخلوا لكوريا؟ خويا كما كتعرف بزاف ديال المغاربه كانوا جاوا شحال هادي وزعما الاغلبيه ديالهم ما رجعش. هنا الخدمه تقدر تلقاها يعني ببساطه، ما كاينش مشكل ديال الخدمه، المشكل اللي كاين هو كيفاش تدخل. الثمن ديال السكن على حسب، هنا كتحط واحد الرهينه اللي كبيره شي 360 مليون مغربي. رهينه أنا ناسيا حتى مغربيش عندنا في الدم يعني، واخا غنمشيو لشي بلاد اخرى ولا شي حاجه ضروري الاصاله والمعاصره. السلام عليكم خويا مروان، معك برنامج مغربي في الغربه. السلام عليكم، كي داير اخويا مراد؟ لاباس عليك، مرحبا بك عندنا. معكم مروان، السن 31 سنه، مقيم في كوريا تقريبا 5 سنوات ونصف، ومرحبا بك اليوم معنا. احنا اخويا دابا تلاقينا في هذا المزار السياحي اللي سميتو الهينغون. هنايا كيقدروا يجيو سميتو الناس والعائلات، يعني بالنسبه للناس اللي اول مره جاوا لكوريا وهذا وبغاو يعرفوا يعني يعرفوا الناس القدماء ديال كوريا كيفاش كانوا عايشين وهذا كيجيو هنا. ولكن قبل ما خصنا ندخلوا خصنا نشريو لي تيكي ديالنا، وديك الساعه ان شاء الله نقدروا ندخلوا. دا دا هادو يلا خدينا لي تيكي ديالنا. تقريبا حنا بثلاثة تقريبا شي 40 درهم مغربية و 35 درهم مغربية بحال هكا. ان شاء الله دابا غندخلو باش نكتشفوا البلاصة. دابا من بعد ما دخلنا من الباب الرئيسي كنلقاو هنايا واحد جوج ديال الشخصيات اللي كانوا دازوا في واحد الدراما اللي مشهورة بزاف في كوريا، كانت دازت ما بين تقريبا 2003 2004، وهذا بحال قلتي هما الابطال ديال ديك السلسله. وبحال قلتي مخلدهم داروا لهم واحد التذكار هنايا باش الناس كيعرفوا زعما راك عارف انت بزاف ديال الناس كيجيو هنا لكوريا باش على قبل الدراما والكي بوب وهذه، وكيجيو الناس هنايا باش كيعرفوا حتى الشخصيات القدام والممثلين القدام اللي كانوا هذا. داكشي علاش داروا لهم هاد الجوج ديال قولوا يعني اللقطات من الدراما تصوروا هنايا. تصوروا هنايا شي حاجه ديال اللقطات تصورات هنايا، حيت هاد البلاصه هذه بحال قلتي من اكبر زعما سميتو القصور القدام اللي كاينين في هاد المنطقه، كيجيو يصوروا فيه بزاف ديال المرات. هاد الشخصيات هادو راه هما اللي كنشوفوا هنايا، راه انفو هاد سميتو هاد تيجانغم دراما مشهوره بزاف، كان دازت شحال هادي. كيبغيو زعما يعرفوا بالهذا بالدراما ديالهم وسميتو كيبغيو يعرفوا بها، واخا هذا زعما مزار سياحي اللي بعيد على السينما ولا شي حاجه، ولكن في وسط حاجه كيحاولوا يعرفوا بحاجه اخر. انت اخويا مراد هذا هو سميتو بحال قلتي البلاصه الخاصه بالملك، بحال قلتي المقر الملكي كما كتشوف هنايا، كيكون الملكه هي هذيك اللي جالسه تماك، وهذوك سميتو كيكون على شكل اللي دوك اللي زعما فوق داكشي اللي فوق الطابله كيكون بحال الشكل ديال دوك الحلاوي القدام ديالهم وداكشي التراثي القديم. وهذا اللي كتشوفوا واقف هنايا هو الملك. هو في العصر ديالهم كانت كتكون الملكه بزاف، الملكه هي اللي كانت راه لاحظتي الا شفتي الفلوس ديالهم وسميتو ديك الاعلى عمله تقريبا كتساوي شي 400 درهم 450 درهم مغربيه، غتلقى مصوره فيها الملكه، لانه ما بحال قلتي كيعطيو واحد القيمه كبيره لسميتو العيالات ديالهم وسميتو، حيت في فتره الحرب وفتره الحروب وكانت كوريا الله خارجه من يعني منهكه بالحرب وسميتو، العيالات داروا واحد يعني لدرجه ان كانوا كيبيعوا شعارهم وكيعطيوها كيعطيوها كاعانه للدوله باش الدوله تعاود تبني راسها ويعاودوا يتبنوا مدارس تعاود دار شحال من حاجه. ودابا بحال هذه هي القاعه الكبيره الملكيه، وما حدك انت كتنزل وكتبدا ديك الطبقيه يعني الناس الوزراء وهذا اللي اقل من الملك درجه، وانت غادي عاد كتبدا تدخل في العاميه ديال الناس بحال الشكل ديال حنا داكشي العربي القديم بالطريقه ديالهم يعني الجواري والخدم والجيش وسميتو بحال هكذا، حتى هما عندهم القضيه بحال هكا مقسمه.
حاليا دابا حنا في 2023، كيف عامل الحكم هنا في كوريا؟ واش الحكم ملكي رئاسي؟ كيف عامل الحكم هنا؟ رئاسي ديمقراطي، بحال يعني اي رئيس كيجي عنده 4 سنين جو بونس واقيلا عنده حق في ولايه اخرى وسميتو صافي، من بعد خصو يتنحى. ولكن كباقي الدول راه واخا كتلقى الدوله رئاسيه وسميتو، ولكن كاينين قرارات اللي دافينين يعني قبل من يعني قرارات اللي كيجيو من غير كيفاش غنقول زعما كيفاش غنشرحها لك يعني، واخا كتلقى رئيس ولكن كاينين ناس اخرين اللي تيحكموا كيف ما زعما الباقي ما كايناش هذيك الديمقراطيه يعني. لا هنا لا هنا الديمقراطيه 100%، ولكن ديما الدوله ديما الرئيس يعني ما عندوش الصلاحيه 100% انه يدير اللي بغى يعني. يعني كاين برلمان، قوانين كتصدر برلمان. لا هنا كاين سميتو هنا زعما القانون، قانون هنا ابسط غلطه صغيره لدرجه ان العمده ديال السيول هادي شي 3 سنين بحال هكا، كل كان غير عنده واحد القضيه ديال التحرش في 2017، وهذيك القضيه بحال قلتي يعني ما كانتش ظاهره للعموم، وما كانت لا ديكلاراسيون ولا حتى شي حاجه، وبحال غير ديك البنت جبدت الموضوع، يلا غادا تجبد الموضوع، باقا القضيه ما تعرفاتش في وسائل الاعلام. صافي السيد قنبو سلام على خلى رساله للعائل، شوف فوالا اش كاين اش كاين، صافي ما باغيش ديك حيت عارف راسو الا مشات الدار الا مشى زعما تتبتات عليه شي حاجه ولا سميتو ما غاديش يرحموا القانون. وانت راك عارف واحد النوع كيعيش في واحد كيكون عايش في واحد الطبقه اللي عاليه، وهذه ما كيبغيش ينزال ولا يبان، يعني الناس كتكون واخده عليك واحد النظره يعني، وانت يا زعما انت قدوه وحاكم وهذا يعني ما جاتش دير بحال هذه الافعال هذه. غير باش نزيدو نفسرو شويه، يعني كنعرفو كاين يعني كوريا الجنوبيه وكاين كوريا الشماليه اللي هما يعني مختلفين واحد الاختلاف تماما. اختلاف هادو نظام ديمقراطي والاخرين نظام شيوعي، الاخرين تابعين لروسيا الاتحاد السوفيتي وهادو تابعين للامريكان. يعني في النظام ديال الحكم مختلف بزاف، الاخر نظام ديكتاتوري يعني ما الشعب ما عندوش الصلاحيه في بزاف الحوايج، يعني حتى الناس اللي كيسوقوا تما الطوموبيلات ولا الناس اللي عندهم امتيازات وسميتو خصهم يكونوا قرابين، يعني ماشي كلشي يلا واحد 2% ولا 3% اللي زعما اللي كيقدروا يعيشوا عيشه مزيانه، اما ما تبقى زعما العيشه عندهم شويه قاصحه. وسمعنا انه يعني ممنوع حتى الكوريين مثلا اللي هنا في كوريا الجنوبيه ممنوع انهم يدخلوا مثلا يزوروا العائله ديالهم اللي بقات يعني بعد الحرب. ممنوع دابا كاين الحدود ما بين كيف ما كتعرف كاين حدود بريه ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. دابا ملي كيبغي شي واحد يجي من كوريا الشماليه لكوريا الجنوبيه كيبغي يحرق من الحدود، يعني نسبه البقاء ديال نسبه النسبه باش يبقى عايش ويسلت يعني نسبه ضئيله، حيت كاينين تما الحرس ديال الحدود وسميتو وكيتيروا فيه. هو كيكون عارف راسو انه راه 101% غادي يموت، يعني عنده واحد الامل بسيط نسبة قليلة انه يعني ولكن يتنجح، ولكن يحاول انه يجي. حيت فاش كيجيو هنا كياخذوا زعما كيتعاملوا معاهم كمواطن كوري عادي، كيعطيوه حقه يعني كيقولوا لا انت جاي من كوريا الشماليه، كيعطيوهم كاع السكنه في 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 زعما في الاول فاش يلاه كيكونوا جايين قال ما بين عام وعامين ما عرفتش كتعطاهم السكنه وكتعطاهم يعني واحد الراتب شهري وهذا، يعني كيتعاملوا معاهم مزيان يعني بدون اي اشكاليه. قولي خويا مروان، شنو اللي جابك لهنا في كوريا؟ خويا انا فاش كنت عايش في المغرب يعني من ابتدائي الاعدادي الثانوي يعني ما كانش عندي واحد الميول انني نمشي للغربه ولا كنقلب عليها كباقي الناس ولا شي حاجه، يعني عايش ما كانش حلم الغربه؟ كنت يعني ما كرهتش نمشي، ولكن زعما الحلم ولا كنقلب عليها ولا كنقلب على دي كونترا كيف ما كيديروا الناس، كاين اللي يعني كاين اللي كيبريسي والدي على انهم يشوفوا لي كونترا ولا كاينو دي يقلب ويشري كونترا ولا شي حاجه، ما كانش عندي هذاك الاهتمام بتاتا. كنت باغي نجي ولكن ديما كنت اسمح لي، كان عندك فكره تجي لكوريا بالضبط؟ كانت الفكره في راسك ولا كتقول اوروبا ولا امريكا ولا لا ما كانتش كوريا؟ كوريا كتسمع وما كانش عارف والو ما كانش عندي اخويا الفكره ديال انني نجي لكوريا، يعني كوريا ما كانش عندي بتاتا الفكره ديالي. كون مع الايام وسميتو كتلاقى بالناس وكتعرف الناس وكيبداو يطرحوا عليك افكار صافي كيبدا التوجه ديالك يختلف. صافي انا نهار سمعت كان واحد الدري صاحبي سميتو يحيى راه عايش كان معايا هنا وديزا دابا مشى لفرنسا، كنبلغ ليه يعني التحيه من هذا المنبر هذا، هو اللي كنت جيت انا وياه هنايا المره الاولى وهذا.
صافي. وهو تقريبا من بعد الثور كان مشى بدا الحياه ديالو في بلاصه اخرى الله يسهل عليه وصافي. انا بقيت من تما نقولوا جيتو مغامره انت وصديق ديالك لكوريا، شديتو السيكان ديالكم وجايين لكوريا. صافي جينا هذيك جينا لكوريا يعني كباقي الشباب كتقلب كتطمح للمستقبل افضل وكتقلب يعني كتقلب يعني انك دير مستقبلك وتحاول يعني تتلاقى مع عقليات اللي تشوف يعني العالم، لان ملي كتكون في بلادك كتكون واخا كدور. انا يعني قبل ما نجي لكوريا ولادي يعني المغرب المغرب كامل يعني درتو، قبل ما نجي عارف اي منطقه في المغرب عارفها، ولكن ديجا ما حدك انت كتكون في بلادك وانت باقي ما خارجش باقي خايفين عليك بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش قلنا يعني مني جات الفكره ديال كوريا وسميو صافي تكلنا على الله وقضينا الغراض وجينا. والحمد لله احنا شحال هادي انا كنت كنتفرج قبل ما نجي لكوريا وسميتو كنت كنتفرج في الناس واللي في كوريا كيفاش تجاوا وسميتو. وانا دابا دازت ليا ما تلاقيش معاك واش انا كنعاود على كوريا يعني الوقت اللي جيت انت لدابا القوانين تبدلوا وتبدلوا بزاف المسائل اللي غادي نهضروا عليهم يعني من بعد. كملنا شويه يعني الايام ديالك انت فاش وصلت لهنا لكوريا وكنعرفوا يعني لغه جديده ثقافه جديده ناس جداد كيف جات لك النهار اللي وصلت لهنا لكوريا؟ انت عارف اش كتكون يعني واحد الشخص يعني عايش في بلاد بحال المغرب وسميتو كتخرج لبرا يعني لاول مره يعني كتشوف واحد العالم اللي جديد عليك مختلف كليا يعني. ولكن في الاول كيكون غير داكشي غير في الاول، ولكن من بعد كتبدا يعني كتبدا تدير كتبدا تعرف على الثقافه وكتعرف على الناس وكتبدا يعني الثقافه كتبدا بشوي بشوي كتدخل معاك لدرجه يعني مني كدوز مده طويله صافي كتولي يعني ما كتأقلم كتأقلم صافي كتأقلم ما كتبقاش حاس. هذا الشيء ما كينطبقش على كل شيء، كاين واحد النسبه ديال الناس اللي ما كتجي كيجي هذاك الشيء صعيب وسيرتو هنا كاين البرد بزاف وسميتو الخدمه كاين انواع ديال الخدمه اللي صعاب وفيهم تماره وهذا يعني كاين واحد النوع ديال الناس اللي ما كي يعني اللي ديجا هو ما خدامش في المغرب وما ضربش تماره في المغرب وما يعني ما كافحش يعني ما كانش مكافح ما دوزش واحد التحديات اللي شحال هذه غتجي الغربه صعيبه وبالاخص كوريا يعني حيت كوريا عالم اخر يعني ماشي نرجعوا شويه تذكرنا بالايام ديالك انت فاش وصلتي واش كان عندك اللي يساعدك هنا بالنسبه مثلا للكرا للشغل للعمل؟ اول مره جيت يعني كنت مشيت لواحد البلاصه اللي سميتها انسان راه معروفه كيكونوا فيها يعني كاع اللي تالف كيكونوا في هذيك البلاصه يعني الناس اللي ماشي معروفه بالعرب ولا المغاربه كيكونوا فيها الاجانب بزاف فيها الاجانب بزاف. اول مره جيت لتما راك عارف كتكون باقي ما عارفش ما هذه يعني كنت جيت انا واحد الدري ويعني وسكننا مع بعضياتنا وهذا ومن بعد صافي هو كان رجع في حالاته للمغرب وانا يعني في الاول كانوا شويه ديال الصعوبات ما عارف مين تدخل ما عارف مين تخرج باقي اللغه جديده عليك ولكن من بعد شويه بشويه درجه بدرجه شويه بشويه الامور الحمد لله غاده مزيان وحنا دابا حنا راه هنايا دقينا الوتاد في هذه البلاد ياك ومزوج هنا ومستقر يعني مزوج مستقر صافي. بالنسبه للاوراق الواحد باش كيبغي يعوض يصوب الوضعيه ديالو هنايا كيفاش هنا كاين يعني الحل الانسب اللي كنصح به بزاف الناس هما يجيو قرايه يعني مثلا اللي حاليا كيتفرج في الفيديو باقي كيقرا في الباك يحاول يشد الباك ديالو والناس يعني اللي باغين يجيو هنا اقل حاجه نقولوا يعني ياخذ دبلوم بكالوريا اقل حاجه ياخذ دبلوم بكالوريا علاش حيت باش تجي هنايا باش تاخذ الفيزا فيزا قرايه يعني الاوراق اللي كيطلبوا لك في المغرب ضروري داخله معاهم سميتو داخل معاهم خاص يكون عندك شهاده البكالوريا زائد خاص يكون عندك واحد القدره ديال الفلوس في المغرب يعني تقريبا شي 8 مليون 9 مليون في الاكونت ديالك وشكون دازت عليها واحد المده يعني ماشي غير تشدها تدخلها وتقول انا غندفع الفيزا شكون دازت عليها واحد 9 شهور ولا 10 شهور ديك الساعه تقدر تدفع الفيزا ومن بعد تقدر تجي هنايا تقرا اللغه الا كنتي من النوع اللي يعني ذكي وتقدر تشد اللغه في واحد المده بسيطه يعني شي حاجه اللي مزيانه لك وغتكون داخل البلاد يعني من اوسع ابوابها حتى من بعد الا بغيتي يعني تدوز الامتحان ديال الجنسيه وبغيتي الاقامه الدائمه كتكون الامور شويه ميسره. شنو كيقول القانون مثلا اللي بغى يشد الجنسيه الكوريه مثلا؟ هنا باش تاخذ الجنسيه الكوريه يعني ضروري خاصك تقرا حيت كيكون واحد الامتحان الا الناس اللي عندهم اكثر من 5 سنين في كوريا اللي ما مزوجينش جو بونس وقيلا القانون تبدل وقيلا ما بين 3 سنين و 4 سنين الناس اللي ما مزوجينش والناس اللي مزوجين عندهم غير 3 سنين هذه حيت انا مزوج انا متاكد منها يعني من وراء 3 سنين الى 3 سنين تكون عندك الاقامه ولا الاقامه الدائمه ولا شنو هذه الاقامه؟ كتكون عندك 3 سنين في الظرف في الاول كتكون عندك واحد الاقامه اللي كتجدد من عامين لعامين وكاين واحد النوع اللي كتجدد ليه غير من العام لعام
هذوك النوع اللي كتجدل من العامين العامين كيكون من النيجر كيمشي قرا واحد بحال غير نهار كدوز فيه واحد زعما واحد النظره على كوريا واحد النظره على كيفاش تتعامل مع المدام ديالك وبزاف الحوايج يعني كيكون عندك جديد عامين والناس اللي غير جاوا يعني عادي تزوجوا سميتو كتكون غير جديد من زعما من من عام لعام. هذه اخويا مراد هذه الحلواله عقل شي هي اللي كانت داز في ديك الدراما ديال اوجينو جيم داك لعبه الحبار اللي كانت شهرات في نتفليكس نشوف اش كان كيعطيهم واحد واحد التشالنج كيعطيهم واحد بحال الحلوه هو خصو يخرجها بلا ما يهرسها حيت هذيك اصلا بحال قلتي في الثقافه القديمه ديالهم بحال ديال كوريا وكتباع يعني في الشارع عادي كيشريوها الناس حلوه تقليديه ديالها وفي ديك الوقيته ديال فاش كان خرج داك الدراما كانت يعني المبيعات ديالها طلعات بزاف ولكن دابا رجعت يعني عادي يعني ما بقاتش كيف عندها شي اسم معين هذا الحلوه سميتها هذه سميتها طالقونا طلق طلق طلقوك طلقونا هاي فين بغيتي طلقوك قول لي خويا مروان كنعرف يعني حاليا يعني القوانين تغيرت بالنسبه للمغاربه اللي غادي يجوا من المغرب كاين واحد السيستم سميتو كيتا اللي هو كتقدم على واحد الورقه هضرنا شويه على هذا الموضوع حيت سمعنا ان مؤخرا المغاربه كيلقاو مشكل كبير مع هذه الورقه هذه ولا هذه الوثيقه اخويا كيف ما كيعرفوا زعما جميع الناس اللي كيحاولوا انهم يجوا لكوريا مؤخرا ان دات واحد هي في حد ذاتها ماشي فيزا هي غير استماره كتصريح بالسفر يعني خصك ضروري كتعمرها وكيجيك الرد يعني ما بين 24 ساعه ل 72 ساعه مني يعني كتعمرها كتسنى يعني ولكن المشكل انه الشمال افريقيا وهذاك طال الرد كيكون يعني معطل يعني كيجاوبوك على 72 ساعه وغالبا كيكون الرفض يعني ما كتعطاش للناس بزاف دابا المغربي مثلا حيت كنعرفوا يعني كوريا ما دايرهش فيزا على المغاربه فعلا دايره غير هذه الوثيقه اللي سميتها كيتا فعلا شحال هذه كما كتعرف كان يعني كتقدر تجي يعني تقطع البي ديالك عادي وتجي لكوريا بدون يعني ما كتقدر ما عندكش انك خاصك تبريباري شي حاجه ولكن حاليا ضروري قبل ما تجي خاصك يعني تعمر هذيك الاستماره وكتسنى الرد يخرج لك راه هي هذيك مرحبا ولكن راه ماشي الا خرج لك راك انك غتدخل لكوريا مليون في المئه لا هذاك كيبقى راه ما يعطيوك الموافقه ان فوا كتجي هنا للمطار كتبقى السلطه التقديريه على المطار يعني الا كانوا كيستوفوا فيك الشروط راك كتدخل ما كانوش كيستوفوا فيك الشروط يقدروا يرجعوك عادي من غير فيزا الا كنتي جاي فيزا ولا كنتي جاي زياره الاقارب ولا عندك شي واحد هنا هذوك ما كنهضروش في هذيك حاله خاصه لان ديجا هما كيكونوا عارفين انك انت جاي عند واحد الشخص الا ما رجعتيش هذاك الشخص كيتحمل المسؤوليه الكامله نظرك شنو مثلا شنو السبب اللي كيرفضوا المغاربه علاش ما كيعطيو لهمش هذا ولا علاش ما كيخليو يمشي يدخلوا لكوريا خويا كما كتعرف بزاف ديال المغاربه كانوا جاوا شحال هادي وزعما الاغلبيه ديالهم ما رجعش يعني بقاو في كوريا ويعني كيلتجئوا لطرق اخرى اللي غير سليمه باش يبقاو في كوريا وهاد الاشياء هادي اللي يعني نقولوا كيحرقوه هنايا في كوريا كاين اللي كيحرق المغاربه كيحرقوا في العالم كامل ما فهمتي شي غادي تلقى المغاربه انت راك داير وعارف هاد الشيء يعني اي بلاد كتمشي لها يعني واخا كتكون غابره وكتقول راه ما غنتوقعش غنلقى شي مغربي ضروري غتلقى شي مغربي ولكن كيفاش الواحد يقدر يعيش هنا هو حارق يعني غير قانوني ما عيشه صعيبه ما تقدرش تمشي للسبيطار زائد ان في اي لحظه الا كنتي خدام ولا شي حاجه وشداتك الايميغراسيون وخاصك ترجع وقبل ما ترجع تقدر يكونوا عندك مخالفات ولا شي حاجه خاصك تخلص هذوك المخالفات ديالك يعني كيكون فيها شويه ديال ماشي طريقه سليمه 100% هذا هو المشكل شي نصيحه مثلا للمغاربه باش نقول لهم تقبل لهم هذا الكيتا وفي نفس الوقت انهم يتقبلوهم هنايا في الايميغراسيون خليهم يدخلوا لكوريا شنو شي حاجه اللي يقدروا يركزوا عليها الحاجه اللي غيركزوا عليها دابا باش كتجي لهاد الدوله هذه اللي بعيده على المغرب بعيده عليها ب 11000 كرومه يعني انت ملي كتدفع كيطا وكيشوفوا هما ضروري كيسيرشيو عليك كيشوفوا ضروري كيسيرشيو عليك كيشوفوا اللي يعني واش انت ديجا خرجتي لشي بلاد ديجا مشيتي لشي بلاصه ديجا يعني درتي شي نشاط خارجي كيلقاوك انت مثلا تونس ما مشيتيش ليها وباغي تضرب 11000 كرومات شويه بيزار يعني كيقولوا شويه غريبه هذا ما مرو خرج من البلاد وغادي يجي عندنا هادو ما اي حاجه اللي يعني كيشكوا فيها بواحد النسبه قليله داك الشيء علاش كيكون الرفض حنا دابا كنتواجدوا في هاد البلاصه اللي سميتها بانهوا سوريو جون هاد البلاصه هادي يعني شحال هادي كانت بحال قلتي مقر عسكري بحال كيف ما كنقولوا حنا التكانه ومن بعد يعني من الدوله تطورات ولات يعني ولات دوله ذات مؤسسات وكل بلاصه عندها يعني كل حاجه عندها البلاصه الخاصه بها هنا خلاوها ك يعني مزار سياحي الناس اللي كي يعني كيجيو
هناك تقدر دير بيكنيك، تجيب شي حاجه ديالك مثلا وتاكلها هنايا وتخرج، وتقدر قاعد دير شويه الغوندوني كاين بحال الجبل صغير هنايا ومحل داك انت طالع. وكاين هذا الصور هذا راه هو اللي تما كتشوف فيه، هذا الصور هذا هو اللي كيحيط بالقلعه كامله من يعني من جناب ديالها. قولوا شويه كيشبه الصور الصين العظيم شويه الديكور ديالها، صور كوريا القصيره صور كوريا صور كوريا العظيم. وعاوتاني واحد النقطه مهمه اللي يعني اثارتني انا في كوريا، كوريا هي واحد البلاد اللي التضاريس ديالها صعيبه، يعني 70% ديالها كلها جبال، يعني يلاه كيعيشوا في 30% اللي مستغله من كوريا كامله، يعني البلايص الاخرين ما كيقدروش يبنيو فيهم وسميتو لانهم كاملين جبال وكاملين يعني التضاريس ديالها صعيبه. ورغم ذلك ما حيدوش يعني هذا لي زيسباس فير، يعني في اي بلاصه كتمشي يعني كتقدر تخرج من الدار عندك ولا شي حاجه تمشى 10 دقائق 15 دقيقه ضروري كتلقاش يعني شي منتزه شجار كيف ما هو، يعني كيف ما بناو شحال هذه ديك البلاصه ما قاسوهاش، يعني داك الشجر اللي شجر هو اصلي كان تما ما تقاس ما حتى شي حاجه غير ديكورا وجناب ديالو وقادو المرافق دي زيتواليت وهذا، باش الانسان يعني ملي كيجي كياخذ الراحه التامه ديالو هنايا وكيبعد على كيف ما كتعرف كوريا واحد البلاد صناعي بامتياز، يعني باش الانسان يخرج من داك الروتين ديال الخدمه والروتين ديال الستريس، يعني كيخرج تقدر تجي هنا في اي وقت بغيتي تجي في النهار بغيتي تجي في الليل، وكيف ما كتعرف كوريا راه الامان، يعني تقدر تجي هنا في اي وقيته في الليل تخرج وشي حاجه ما كاينش اللي كيقول لك اش كدير ولا ما كاينش اللي قلت له واحد النقطه انها يعني دوله صناعيه، شنو كيصنعوا شنو عندهم علاش كيعتادوا من البراتل الصاروخ، يعني ما كيصنعوا كل شيء، ما الحاجه الوحيده اللي كيستوردوا هي الماكله، لانهم هما كيفضلوا انهم واحد كان عندهم واحد بحال مثلا واحد الارض صغيره كيفضلوا انه يبنيو فيها وتكون ساكن على انها تكون بلاصه زراعيه، لان كيف ما قلت لك من قبل ما كايناش المساحه، يعني باش تكون دوله زراعيه الدوله الزراعيه ضروري كتعتمد على المساحه، خص تكون عندك واحد المساحه شاسعه بحال الشكل ديال روسيا بحال الشكل ديال دول اخرى اللي عندهم يعني مساحه كبيره كيقدروا يزرعوا كيقدروا يديروا بزاف الحوايج. اما الدول اللي مساحتها صغيره داكشي علاش كتشوف هنا البني طويل، يعني كيبنيو بالطول باش كيحاولوا ما امكن يعني يديروا يستغلوا الفرصه يستغلوا المكان، وفي نفس الوقت يعني كيستغلوا الاماكن ديالهم انهم يديروا فيها مصانع اكثر من انهم يديروا فيها مزارع ويديروا فيها هذا ما كيعنيش ان ما كاينينش مزارع، راه كاينين، غير هما كيعتمدوا على الصناعه قبل، لان في الثوره ديالهم وما فيش يلاه غادي يبداو يعني من وراء حتى هما كانوا محتلين طرف اليابان شحال هذه في البداية ديالهم الرئيس اللي كان جا حكمهم وسميتو كانت عنده فيزيون، يعني كانت عنده واحد الفيزيون اللي زوينه بزاف، قال لهم حنا دوله غنعتمدوا على صناعه اكثر وزراعه اقل، حيت الدوله ملي كتكون ناجحه مثلا غتصنع طوموبيل غتبيعها ب 50 مليون ماشي هي غادي تزرع واحد الارض شحال قدك غادي تبيعها، مثلا اللي خدينا بحال مثلا غير مساحه فين كتوقف طوموبيل وزرعناها ماشي هي المساحه ماشي يعني ضربوها هذاك الشيء ارقام وشافوا يعني واش غيكونوا رابحين ولا وهنا كما كتعرف راه الماركات العالميين، يعني بلا ما نديروا شي ماركه الاشهار ولا شي حاجه راه بزاف ديال لي مارك التكنولوجيا الاشياء ديال التكنولوجيا كيصنعوا بزاف التكنولوجيا بزاف، هما كيصنعوا عندهم يعني دوك البواخر الناقله للغاز والنفط اللي كدور تقريبا في العالم كامل 44% ديالها كيخرجوا من كوريا، يعني كيصايبوهم لي شركات كبار معروفين في الدومين ديال صناعه السيارات هما بنفسهم اللي كيصنعوا هذوك البواخر. من بعد ما طلعنا لهاد سميتو طلعنا في الصور وطلعنا لهاد البلاصه هنا كتقدر تشوف يعني المدينه من الفوق، ومازال تقدر تزيد هنا لقدام، يعني هاد البلاصه هي اللي يعني كبيره وكامله دايره بالصوب، وهنايا يعني ماشي كتقدر دير كاين بزاف ديال الانشطه، كاين بحال هذاك المنطاد راه هو اللي كتشوف فيه تما، هذاك كتقدر تدير كتقدر بحال مثلا تجي انت والعائله ديالك وسميتو يعني كتغدى ولا تشرب قهوه كتطلعوك الفوق وكتدوز واحد الوقيت زوين وامام طو كتشوف هذا الغروب الزوين. كاين الخدمه كتقدر تلقاها يعني يعني ببساطه ما كاينش مشكل ديال الخدمه، المشكل اللي كاين هو كيفاش تدخل لكوريا، ويعني كاين خاص تكون توفر فيك واحد الشروط، يعني تكون ديجا جاي بقرايه ولا زواج ولا شي حاجه بحال هكا. من فرص العمل هنايا بحال اللي قلتي انت والنيفو ديالك، يعني كنتي قاري عندك واحد النيفو كبير ديال القرايه كتخدم من واحدة من الشركات اللي معروفين عالميا كتخدم يعني سواء انجينيور يعني تشد بوست مزيان سينو، وديك الخدمه العاديه يعني بحال الشكل ديالنا كما كنقولوا كتقلب على راسك غتختار تخدم في كاينين بزاف كاين المصانع هنا معروفين بالمصانع بزاف مصانع ديال بزاف الحوايج بحال مثلا اي حاجه عندها مصنع ديالها
هذوك المصانع يعني كتكون متوفره فيهم الخدمه، وكاين شي بحال مثلا شي مصانع هنا اللي في المغرب خاصك تدخل تقرا او اف بي بي تي ولا تقرا تكوين ولا تقرا شي حاجه بحال هكا تقدر تدخل تخدمها يعني بدون كيدير غير فورماسيون صغيره ودخل خدم مع راسك. ملي كتسالي خدمتك دير سويع اضافي، دوك السويع الاضافيين هما اللي كيخليو لك السالير يطلع. الا نحينا هذوك السويع ودوينا يعني عامه يعني بحال مثلا 8 ل 5 السبت الحد ما كايناش الخدمه، ولا يعني لي زور نورمال 8 السويع النهار 8 السويع العاديين ديالك، ما غاديش تكون واحد السالير اللي كبير. يعني تقدر تكون واحد 1,900,000 جوج المليون بحال هكا. بغيت نوضح واحد النقطه، كاينين بزاف الناس كيقول لك انا قبل ما تكون غير الفلوس غادي نخدم، وقبل ما نجي للغربه غادي غير نجي للغربه راه يعطوني الفلوس غنخدم. ثق بيا كاين واحد الماكسيموم ديالك اللي كتوصل ليه ما تقدرش تعطيك اكثر منه. يعني كاينين الناس تبارك الله اللي عندهم الجهد وكيخدموا يقدر تجيب 4 مليون 5 مليون 6 مليون، ولكن هاد الهضره غيسمعها شي واحد اللي كيتفرج فينا دابا غيقول انا غنمشي غندير بحاله. ثق بيا ما تقدرش دير بحاله، اضرب غير شهر شهرين بدا تقول وانا رايحه في المغرب احسن ليا وانا جابني هنا، وغتبدا تشكى. هذا هو يعني الواحد اللي قد ما كتلع السرار عرف ان التماره كتطلع بزاف وغتبدل الجهد بزاف. الدار لتحت كتوفر على سميتو، كاين يعني المسبح وكاين الجيم وكاين حتى هذا الجولف. وزعما هاد في الاونه الاخيره يعني كاع الديور كاملين ولات فيهم واحد لا تكنولوجي اللي يعني كتحكم في الدار كامله، غير من زعما غير من الدار كتكون عندك ايكرون. يعني الا بغيتي يعني الا بغيتي تطلب لاسانسور يجي يعني قبل ما تخرج اجي نوريك بحالاش. بحال مثلا بغيت نزل كتورك على السهم انني باغي نزل، ها هو دابا قال لك راه وصل معك يوصل بالزربه. كما كتشوف هذه يعني الحومه زعما البلاصه اللي ساكنين فيها، وهذا الحي هذا سميتو بيونجوم اي باكس. على قبل على سميتو الساكن هنايا على حساب المساحه وعلى حساب الموقع. يعني احنا في هذه المساحه الدار شحال؟ المساحه تقريبا هنا شي 32 بيون، حيت هنا ما كيعبروش بالمتر، عندهم واحد المقياس خاص سميتو بيون. ولكن الى جينا نعبروا بالمتراج يعني المغربي ديالنا شي 100 وشي 105 104. يعني دار كبيره. دار كبيره، كاين ثلاثه ديال لي شومب، وعاده كاين الدريسينغ روم دير، وكاين سميتو وعاده كاين بحال قلتي هذا البالكوني فيها الغير صدف. يعني صافا بالنسبه لكوبل سميتو صافا عايشين بخير. اذا جينا نقولوا على التمغرب، باش المغاربه اللي كيتفرجوا فينا عبر العالم حتى المغاربه الفاوري يخدموا واحد الفكره مثلا الثمن ديال السكن شحال كيسوى هنا. الثمن ديال السكن على حسب، هنا كاين واحد القضيه في كوريا ان الاغلبيه ديال الناس كيمشيو يعني بالديبوزيت، كتحط واحد الرهينه اللي كبيره من بعد كيكون الكرا رخيص. اما كاين الا قد ما كتطلع الرهينه بزاف قد ما بعد خطره يقدر ما يبقاش الكرا، يبقى غير دوك يبقى غير هذا المصاريف دي يعني ديال الكراء والمصاريف ديال شحال هذه الرهينه شحال كتوصل هنا تقريبا؟ هنا على حسب كتقدر تبدا من 400 مليون وان، يعني بحال قلتي شي 360 مليون كوري، وتقدر ما فهمتش شحال هي شحال هي بالمليون مغربي نقولوا عليها؟ هي هذيك شي 360 360 مليون مغربي رهينة. ومن بعد كيبقى تجيك غير يعني تما نقولوا شويه خيالي الواحد اللي يحط هذا شويه. هذا الاسعار ديال السكن مرتفعه بزاف، هذا هو سميتو المشكل اللي كاين في كوريا. يعني كاين يعني الا بغيتي تسكن في هذوك لي وان روم ودوك زعما دار صغيره وهادي تقدر مثلا تحط غير ديبوزيت كتكون غير تصباق هذاك بحال قلتي 3 المليون، ومن بعد تخلص واحد 3000 درهم و 3500. ولكن المشكل ديال هذوك الدور ما تقدرش تعيش فيهم عائله، يعني يلاه حتى كيعيش فيهم شخص ولا كيعيش فيهم. هذا هو الاشكال اللي كاين في كوريا، ان يعني السكن ما متوفرش بزاف. قيمة تبارك الله كنشوف يعني المدام كتهضر شويه العربيه، وتبارك الله كنشوفوا يعني لابسه حتى اللباس المغربي التقليدي جلابه مغربيه. ضروري انت راك عارف راه حتى مغربيش عندنا في الدم، يعني واخا غنمشيو لشي بلاد اخرى ولا شي حاجه ضروري الاصاله والمعاصره ضروري كنحافظوا على التقاليد ديالنا وعلى انياسيا. السلام عليكم. سلام سلام لجميع المغاربه اللي كيتفرجوا فيك. ومن بعد ما تزوجنا هي دخلت الاسلام وراها سميتها ايه دابا الزواج المختلط. عاوتاني انت في منطحتي كاين بزاف ديال الناس يعني تيتزوجوا هذا كيلقاو مشاكل من بعد، حيت ما كيكونوش حاطين النقط على الحروف من الاول، ها شنو خاصني ندير، مالك مالك ما عليك ما عليك ما كيكونوش حاطين هادشي، كيلقاو شويه المشاكل. طيب حقا ديال سمعنا انه يعني الشعب الكوري ولا يعني الثقافه الكوريه انهم كيحاولوا دائما يتزوجوا بين
بيناتهم يعني ما كيتفتحوش على الاجنبي. كانت عندك حتى شي صعوبات يعني نقولوا من العائله ولا؟ لا 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 ما شوف ما لقيت حتى شي صعوبات الحمد لله، فهمتي داك الشيء داز ميسر بخير وعلى خير، ما كانش ادنى مشكل الحمد لله، داز كل شيء مزيان وزعما خدمتها من دارهم ودارهم ما كانش عندهم مشكل وزعما كتبقى هي المسؤوله على الامر ديالها والحمد لله داز كل شيء بخير يعني. ما عندناش كنشوفوا الصور اللي هنا لكم صور ديال العرس. الصور ديال العرس انا وسميتو انا والمدام وسميتو، وكاينين دوك الصور اللي تما حتى هما الفوق هذوك تصورناهم فاش كنا يعني هنا فاش كيكون الشوتينغ بوحدو ديال نهار العرس وسميتو كيكون الشوتينغ بوحدو. وزعما بغيت انا واحد الحاجه مهمه اللي بغيت نقول، زعما الناس اللي كيمشيو من بعد الغربه وكيسر لهم الله وكتقاد الامور ديما ما تنساوش الناس اللي وقفوا معاكم النهار الاول فاش ما كان عندكم حتى شي حاجه، هذوك هما الناس اللي تهلاو فيهم وخليكم خليكم ديما قراب ليهم. وكنبغي نوجه التحيه لواحد الدري اللي صاحبي اللي من بعد الله بسببه انايا هنايا يحيى صاحبي، كنسلم عليك من هنايا. الله الله يسهل عليك والله يسر لك امورك انت ومرحبا بك مره اخرى اخويا مراد، ومرحبا بك مرحبا على الراس والعين الله ودي بالسلامه اخويا الله يعاونك. الدولة متقدمة بكل المعايير وحتى في أشياء أحسن حتى من الدول المتقدمة الأخرى يعني. وكاينة أون أوتخو بوغس اللي أنا بغيت نحت عليها الناس، سواء تخرجتي من الباك أو لا عندك لا ليسونس أو لا عندك ماستر، هذا كيومبوكو بالاس اللي هو أكبر قصر في كوريا، وهنايا كان كيجلس الملك الكوري وكيصدر هنايا. هاد ستريت هادي معروفة بزاف ما بين التوريزم وخصوصا كيكونوا كتكون عامرة بالآسيويين. أنا بريبار دا الطبقة اللي كتجي، الطبقة اللي كتجي اللي ما قرياش كل نهار كتسمع مغربي دار مشكل مغربي دار مشكل مغربي. ما يسمى بالنوريبان او الكاراوكي هنايا في كوريا، كاينه واحد الفئه اللي ما بقاتش قليله، اللي كانت قليله دابا ولات كثيره، اللي كيحصلوها دابا باش ولاو كيديروا ولاو كيطبعوا لهم الدعاره في الباسبور. انا مثلا غنقول لشي واحد انا 21 عام وانا هنا والبلاد راه ما مزيانش، غيقول لك علاش كديري فيها انت هنا اصلا؟ انت جيتي شحال كان عندك في عمرك فجيتي هنا كوريا؟ قلت تقريبا كخمس سنين. عرب واحد الله يرحم لكم الوالدين، نقصوا شويه من اللجوء راه ولاو الاغلبيه دابا كلشي اللوزو، ولا كيسمع مغربي كيسحابك انت لاجي. مغربي في غربه معكم اينما كنتم.